الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت اللجنة المالية النيابية إن الحكومة رفعت من حجم موازنة عام 2024، مشيرة إلى أنها تفاجأت بالقرار. وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن الحكومة رفعت المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار في موازنة عام 2024، موضحاً أن هذه الزيادة كبيرة بينما ما تم صرفه في عام 2023 بلغ 142 تريليون دينار فقط. قال أعضاء في اللجنة المالية إن هناك سعياً نيابياً بهدف تعديل قانون التقاعد، وذلك لإعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلاً من 60 سنة. وبين الأعضاء في اللجنة النيابية أن هذا الأمر أثر على فقدان الكثير من المؤسسات للخبرات والكفاءات، خاصة أن التعيينات أصبحت مركزية وعبر مجلس الخدمة، وأنه تم إطلاق آلاف الوظائف المختلفة، ولهذا فإن الحاجة انتفت لتخفيض سن التقاعد بحسب قولهم. أعلن سوق العراق للأوراق المالية أنه تداول في الأسبوع الرابع من شهر آذار الجاري أسهماً بقيمة مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دينار. وقالت مصادر صحفية أنه وفقاً لمؤشرات السوق فإن عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الحالي بلغت أكثر من 4 مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت 7 مليارات دينار. وأضافت أنه تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ 3057 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق. أكدت وزارة النفط أن كلفة إنتاج النفط في كردستان العراق تبلغ أكثر من 3 أضعاف من كلفة إنتاج النفط في جنوب العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة عصام جهاد أن إنتاج النفط في كردستان العراق يتمتع بكلفة عالية تصل إلى 3 أضعاف كلفة إنتاج النفط في جنوب العراق، مشيرا إلى أن كلفة نقل برميل النفط من كردستان العراق إلى تركيا تساوي كلفة إنتاج برميل النفط في الجنوب. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان العراق عن تنفيذ قرار بخفض الرسوم المفروضة على استيراد المواشي الحية إلى كردستان العراق إلى النصف اعتبارا من يوم الجمعة. وأوضحت الوزارة أنه تقرر تخفيض الرسوم المفروضة على استيراد المواشي الحية بنسبة 50% بهدف خفض أسعار اللحوم الحمراء، وذلك انطلاقا من المصلحة العامة، مبينة أنه سينفذ في جميع مديريات الجمارك في كردستان العراق اعتبارا من الجمعة ولمدة سنة من تاريخ صدوره. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
تم الموجز إلى اللقاء.